شبابك بالامل. في واحد دكتور الله يسامحه كتب لي علاج عليه مادة كورتيزون. عمل قرحة في القرنية او حاجة؟ قرحة دي بس. اوكي تمام. بس دي كانت حلوة، بس دي من الايام دي شوية زي ما كنت شوية طير كده بيرمى كده. تمام. والرؤية بقت ضعيفة في العين دي. تمام. طب ممكن استأذنك كده بس نشوفك هنا، حط دقنك. تمام. بص لفوق سنة بسيطة. والعين التانية دي حصل فيها نفس المشكلة؟ لا. عمل ايه اللي حصل فيها؟ عملت عملية؟ لا ما عملتش اي عمليات. تمام. بس درجة الرؤية دلوقتي عاملة ايه مع حضرتك؟ حضرتك بتتحرك لوحدك ولا ما بتعرفش تتحرك لوحدك؟ ايه حضرتك بتعرف دلوقتي تتحرك لوحدك بعينيك ولا لازم؟ قليل. قليل. تمام تمام. هو حضرتك عندك مشكلة في القرنية ومحتاج عملية ترقيع قرنية عشان نرجع الرؤية تاني نشوفها. بس محتاج نعمل فحوصات الأول. وان شاء الله الدنيا تمام باذن الله، العمليه ترجع والدنيا تنور تاني ان شاء الله. يعني مستور ونجح من غازتك باذن الله يا حبيبي. السلام عليكم. عشان عمليه الترقيع القرنيه يعني ايه؟ ما تقول لي. عمليه الترقيع القرنيه هي عمليه يعني تغيير الجزء الامامي بتاع العين اللي هو الزجاج الشفاف بتاع العين اللي هو اصلا المسؤول عن دخول الضوء للعين ونزوله على الشبكيه. سامع يا حاج كده بيقول ايه دلوقتي؟ لا اسمع تاني. لان يعني احنا دلوقتي حضرتك عندك عتامه في الجزء الامامي بتاع عينك اللي هو زي الازاز، كانه ازاز مشبر. أيوة. تمام. فاحنا المفروض ان احنا هنغير لك الازاز المشبر ده بازاز شفاف بحيث ان الدنيا تاني النور تاني يقدر يدخل جوه عينك والدنيا ترجع تاني ان شاء الله. تقدر تشوف تاني ان شاء الله. يعني ان شاء الله يعني ينظر تماما ان شاء الله. طبعا باذن الله العمليه باذن الله. احنا بنعمل فحوصات الاول قبل العمليه نتاكد ان الجزء الخلفي من العين كويس ان شاء الله. ده معناه ان احنا لو عملنا ترقيع القرنيه الدنيا بترجع ان شاء الله زي ما كانت والدنيا بتتحسن. هو دلوقتي ممكن ما يكونش بيعرف يتحرك لوحده مثلا، لا بيبدا يرجع يتحرك لوحده ويمارس حياته بشكل طبيعي من غير ما يحتاج مساعده. العمليه دي بتاخد وقت قد ايه؟ العمليه دي هي عمليه يعني كاجراء جراحي ممكن بتاخد حوالي ساعه او ساعه ونص في العمليات. والمتابعات بقى بنفضل نتابع معاه لحد ما نطمن ان هو الدنيا بقت تمام وان القرنيه ما اترفضتش، لان دي زي زراعه اي عضو في الجسم فبيبقى فيه برضو نسبه رفض. لكن القرنيه من الاماكن اللي هي نسبه الرفض فيها قليله جدا، فبالتالي نسبه نجاح العمليات بتاعتها كبيره وكويسه جدا، فبتخلي الرؤيه ترجع تاني بشكل كويس والعيان يقدر زي ما تحكي بيمارس حياته بشكل طبيعي ان شاء الله. كويس. عمليات الترقيه القرنيه ديت بتحتاج تمويلات قد ايه؟ يعني انتوا بتتكلف قد ايه؟ هو دلوقتي حاليا حتى في العياده الخاصه بتتكلف كام؟ بنعتمد في العمليات بتاعت الترقيه القرنيه دلوقتي على القرنيات المستورده خارجيا. في بعض يعني المشاكل بالنسبه للقرنيات الداخليه، فالقرنيه المستورده ممكن بتكلف من حوالي من 15 ل 20,000، وممكن في الاماكن الخاصه ممكن توصل ل 30 و40. فطبعا ده بالنسبه للكوست، ده بالنسبه لمصر طبعا حاجه كبيره جدا. ف يعني بيبقى في شويه صعوبه في ان احنا نوفر القرنيات، لان طبعا مش كل الناس عندها التمويل ده، فبنضطر ان احنا نستنى مثلا يكون في تبرعات او حاجه نقدر ان هم يمولوا لنا تمويل القرنيات ان احنا نقدر نعمل عمليه. وده بيحصل يعني عندكم تبرعات؟ احنا هنا في المعهد طبعا في مؤسسات يعني بتوفر لنا التبرع ده، وعلى حسب طبعا الفند المالي بتاعه بنقدر ان احنا نوفر وان احنا نعمل قرنيات. بس احنا طبعا عندنا لسه قوائم انتظار شويه، ونامل ان شاء الله في الفتره الجايه ان احنا التمويل يكون احسن وان احنا نقدر ان احنا نزرع. احنا كاجهزه وتجهيز وعمليات كل حاجه متوفره والعينين موجودين واحنا موجودين، فان شاء الله لو توفر العدد التمويل اللازم للقرنيات نقدر ان احنا نعمل عمليات اكتر وان احنا نفيد ناس اكتر. يعني والتمويلات ايه اللي معطلها؟ هل معطلها ضعف التبرعات ولا التبرعات طبعا مش كتيره شويه بالنسبه للجزء ده، او مفيش يعني محدش عارف ان المشكله دي موجوده قوي، فمحتاجين ان احنا يبقى في تبرعات اكتر ان احنا نقدر ان احنا نعمل عمليات اكتر. بس انا ملاحظ ان في بعض المرضى النهارده جايين على وفق تبرع معين. في مؤسسه ابو العينين دي بتوفر دعم مالي شهريا شهريا. فاحنا بنقدر من خلال التمويل ده ان احنا هو ده يعني ممشي الامور كويسه بشكل عندنا يعني رئيسي هنا يعني.
يعني تبرع رئيسي متبرع رئيسي. من المتبرعين الرئيسيين عندنا، وده بيخلينا ان احنا نقدر الحمد لله ان احنا نقدر نعمل عدد، نعمل حوالي في سنه في الاسبوع من 4 لـ5 قرنيات، فده بي يعني فنسبه كويسه جدا ان شاء الله يعني. بس طبعا نتمنى انها تزيد يعني. عايز تقول له ايه؟ يعني متشكرين جدا طبعا للتبرع ده، ونامل ان الناس كتير تحذو حذو في التبرعات بحيث ان احنا نقدر ان شاء الله نخدم عينين اكتر في مصر. الدنيا ايه من غير امل، ما يكونش ليه عندك امل، عيش بالامل. صناع النجاح، قصه نجاح والتعاون مع مؤسسه ابو العينين نموذج ومثال، كيف تم التعاون ده؟ صناع الخير الحقيقه اطلقت مبادره عينيك في عينينا، وحضرتك بشخصك تبعتنا في شغلها في قوافلها في القرى والنجوع. كنا حريصين قوي ننزل للحالات الاشد احتياج في اقاصي مصر. لما بدانا نكشف وبدات المخرج من الكشف يظهر معانا قوائم انتظار في عمليات القرنيه، الباشمهندس محمد ابو العينين الحقيقه مشكورا بادر مبادره طيبه جدا، وقال ان هو هيبدا باجراء 100 عمليه زرع قرنيه ل 100 حاله من الحالات اللي كشفنا عليها في قوافل صناع الخير، وبدانا التعاون. والنهارده الحقيقه بنترجم التعاون ده بشكل عملي زي ما حضرتك شايف كده هنا في المعهد. الحالات جايه من محافظات مختلفه، معانا محافظه، معانا حاله من إنا، معانا 3 حالات من المنيا، معانا حالات من وجه بحري. التعاون النهاردة كامل كامل كامل، الباشمهندس محمد أبو العينين بيتكفل بتكلفته. المريض بيجري عملية زرع القرنية، وهي الحقيقة من أكثر عمليات العيون تكلفة، بيجري العملية بالمجان تمام بدون أي تكلفة عليه. الفكرة الحقيقة بالنسبة لنا كمان أنه التعاون مع مؤسسة أبو العينين وبالتوازي معاها بيت الزكاة والصدقات، كان فكرته أن احنا نكمل الخدمة لمرضى العيون اللي بنكشف عليهم في قوافل مبادرة عينيك في عينينا لصناع الخير. احنا لما بننزل القافلة على الأرض بيبقى الناتج عمليات مية بيضاء، عمليات مية زرقاء، عمليات زرع قرنية شبكية، نظارات، أدوية. الجزء كبير صناع الخير بتشيله بالتعاون مع المؤسسات الداعمة، والنهاردة في جزء من الناتج ده بنشتغل، بيبقى في تعاون صناع الخير مع مؤسسة أبو العينين فيه اللي هو زراعة القرنية. خلي الأمل قدام عينيك، ما يغيبش يوم ويروح بعيد. ازيك يا حاجه؟ عامله ايه؟ ايه الوش اللي بيضحك ده؟ الله يكرمك. ازيك؟ شلتيست. جيتي منين بقى؟ جايه منين؟ من الرفاعي. منين؟ من الرفاعي. هنا في القاهره؟ والله ايه بقى، ايه المشكله؟ كنت حسيتي بايه؟ عيني. عين ايه بقى فيها؟ عيني. مالها؟ بتوجعني. ايه يعني فيها ايه؟ ابني طرف حالي ورحت. مين اللي طرف؟ محمد ابني. ابنك الصغير؟ طرف حالي. او بعدين؟ ورحت للدكتور عنده لزقها لي ولا ايه عندك؟ وبعدين قالوا لك وايه، بتشوفي كويس؟ ما بشوفهاش خالص خالص. الاثنين ولا واحده؟ لا واحده بس. الهين دي اللي هي طرف فالي. او لما جيت هي لقيت ايه الاخبار؟ حلو قوي. استقبلوك ازاي؟ والله صابرني حلو، صابرني حلو يعني. كويس؟ كويس الحمد لله. الحمد لله يا رب. وانت مبسوطه؟ مبسوطه والله، مبسوطه قوي. الحمد لله. قالوا لك ايه؟ هيعملوا لك ايه ولا لسه ما قالوش؟ لسه ما قالوش. ما قالوش. لكن فحصوا عينيكي؟ ايوه. وبصوا فيها بالجهاز ده؟ قالوا لي عندك عمليه. عندك عمليه؟ الدكتور قال لك عندك عمليه. وقال لك ايه الدكتور تاني؟ بس. قال لك عندك عمليه. قال لك امتى؟ قال لي ما اعرفش والله العظيم، انا ما اعرف، ما اعرفش اعد ولا اعرف. ما اعرفش. لكن عندي بتشوفي بيها كويس؟ ايوه بشوفها. دي المشكله.